فلما طلعت كنت منزعج صراحه، فكرت ايش الطريقه، لان كان رجعت الهدف الاساسي اللي هو اني اكون دكتور، وكان في بالي حتى مو اي دكتور، دكتور تخصصات صعبه مثل يعني القلب والاعصاب والتخصصات هذه. فقلت خلاص لازم بروح للوالد وبفاتح في الموضوع وبدرس برا، ابى اقول اني بدرس برا، ما لقيت التخصص اللي ابغاه. فكنت خايف شوي اني افتح الموضوع هذا، والوقت اللي انا فيه كان قبل وقت بعثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. فرحت وجلست مع الوالد وقلت له، سلمت على الوالد، سلمت، حبيت راسه، قلت له ابوي ترى ما لقيت تخصص اللي ابغاه. قال شو تبغى؟ قلت ابغى كليه الطب. قال طيب. قلت له بدرس برا. قال تدرس وين؟ قلت ما ادري، ابى ادرس برا وبجيب قبول وبروح. قال الله يوفقك. قلت له يعني خلاص موافق؟ قال اي خلاص موافق. وجاني فرحه لا توصف، بغيت انط من فرحه. فرحت وجبت قبول، وجاء بعد فتره رجعت الوالد، قلت الوالد ابشرك هذا قبولي. قال لي مبروك، متى تبغى تسافر؟ قلت له ابغى اسافر اقرب وقت. قال يلا الله يوفقك. فالوالده ما سمعت في الخبر، لما سمعت في الخبر الوالده نادتني، قالت لي عبد الله تعال بيك. فجلست انا وياها لحالنا، استغربت، قلت العاده الوالده لما تبغى مني شيء تكلمني في مكاني، في اي مكان في البيت، ما اجلس انا وياها لحالنا. فلما جلست انا وياها لحالها قالت لي عبد الله خلاص بتسافر؟ قلت لها اي والله ما بسافر. قالت لي اجل تبيني ارضى عليك؟ فجاء في بالي بتذكرني بالصلاه، تقول لا تنسى اذكارك، خاف الله في نفسك، انتبه تغلط. فما كنت متوقع انها بتقول لي لا تسافر. فلما قالت لي لا تسافر كان بالنسبه لي صدمه، وكان كل يعني الهدف اللي كنت حاطه في بالي راح. ما يعني الوالدة بالنسبة لي شيء كبير ويا أغلى شيء ما عندي. فقلت لها يمها أنت ملزمة يعني أكيد، استخيري طيب فكري. قالت لي خلاص هذا آخر شيء ولازم تجلس. قلت لها طيب شو السبب؟ قالت لي السبب أني أنا ماني مرتاحة. قلت لها أبشري. وكان في داخلي إن فرصة وطارت عليه.